بطولة مهمة جدا نبتدي فيها سريعا، بطولة العالم للأندية السوبر جلوب طبعا اللي بتتلعب في العاصمة الإدارية الجديدة، وانت متخصص في الحتة دي، عندك كواليس كتيرة جدا. في الأول خليني أسألك عنها، إيه رأيك فيها تنظيميا وفنيا؟ اولا بطوله نقدر نقول عليها بطوله على المستوى التنظيمي هي واحده من افضل البطولات بشهاده جميع الفرق المشاركه، التسع فرق المشاركين. بنتكلم في المستوى الاول طبعا برشلونه ماجد بيرج الالماني وفيسبرم المجري بمشاركه يحيى الدرع، بعد كده المستوى الثاني النادي الاهلي والزمالك والخليج، ثم تاوباتي البرازيلي وجامعه سيدني الاسترالي وكاليفورنيا ايجلز الامريكي، دول التسع فرق المشاركين في البطوله. جميعهم طبعا بياكدوا ان البطوله واحدة من أفضل البطولات اللي لم تكن هي الأفضل في مسيرة بطولة العالم للأندية في المسمى الجديد وبالمسمى القديم السوبر جلوب. طبعا نقدر نقول البطولة كسبت أو اكتسبت خلاص الثقة من كافة الفرق المشاركة، بطولة عالمية حقيقي وبطولة قدمت مستوى فني كبير جدا، شفنا منها مواجهات كانت على أعلى مستوى، سواء طبعا المواجهات السيمي فاينال اللي احنا شفناها ما بين النادي الأهلي و مجدي بيرج الالماني، والنادي الاهلي كان قريب جدا من خطف بطاقه التاهل الى المباراه النهائيه وتحقيق انجاز هو الثاني في تاريخه. وفي الناحيه الثانيه المباراه الاخرى فيسبرم وبرشلونه، المباراه اللي امتدت ليه الاشواط الاضافيه في واحده من المباريات اللي كانت مش هنقول عليها ممتعه، هي كانت مباراه مثيره بكل المقاييس، ولكن في النهايه كان توفيق حليف، كان اقصاء مبكر لبطل من الاثنين في الحقيقه. طبعا وبرشلونه بتحاول من بقى لها اخر ثلاث نسخ بتحاول ان هي توصل، وفي الناحيه الثانيه يعني نقدر نقول فيسبرم برضو وصوله للبطوله من 2015، هو شارك في تاريخه في البطوله مره واحده، فكان وصوله في النسخه الحاليه دي يعني نقدر نقول ان هو حاجه مش بيسعى ليها، لا هو حاجه هو حاططها في دماغه، هو متارجت ان هو يجي بطاقه دعوه ياخد البطوله، هو انا لو اخدت البطوله خلاص انا قدرت ان انا اوصل للحته اللي انا محتاجها واللي انا عايزها الفتره الجايه، ان انا افضل مستمر في التواجد في البطوله ما انتظرش بطاقه الدعوه، لان احنا عارفين طبعا اللي بياخد اللقب بيشارك في النسخه التاليه تباعا، فهو دي الحاجه اللي كان بيسعى عليها فيسبرم، والنهارده هيكون مواجهته النهائيه امام مجدي برج اللي هو حامل اللقب اخر ثلاث نسخ، نقدر نقول مش مسيطر على اللقب، هو واخد اللقب خلاص اخر ثلاثه نسخ، ولكن هتبقى مباراه قويه اكيد، وده بيؤكد يعني محدش عارف مين اللي هيكسب، ده بيؤكد مدى قوه المستوى الفني للبطوله، هو ده المستوى الفني اللي احنا طبعا كنا بنتمناه وهو اللي لقيناه، ولقينا مستوى قوي جدا، مواجهات كبيره، الفرق المصريه ظهرت بمستوى نقدر نقول عليه فرق يعني الفرق الاوروبيه، مفيش فرق كبير، وده يعني بشهاده الجميع وبشهاده كافه مستويات قويه جدا بالظبط للفرق المصريه سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، رغم ان النادي الزمالك خلال الفتره الحاليه في فتره احلال وتجديد للبطوله وللمنافسات، في النادي الاهلي بيحاول ان هو يحاول ان هو يستعيد قوته بشكل اكبر في بدايه الموسم، في موسم قوي معتمد اعتماد كلي على السكواد الرئيسي ليه في الموسم، ودي حاجه انا شايفها كانت يعني حاجه كويسه جدا سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك، ان هو السكواد اللي هو انا هلعب بيه الموسم كله لاعبين المصريين الشباب، اللاعبين المصريين سواء الخبرات بتاعتهم انا بعتمد عليهم، مش بجيب محترفين عشان هم دول في الاخر هم دول انا بحارب بيهم طول الموسم، فانا اللعيبه دي هي اللعيبه الاساسيه بتاعتي وهي اللعيبه اللي انا لازم ان انا اثقلها مهارات واللي انا لازم اكون بلاعبهم في كل المستويات الكبيره، فده كان الصح، انا شايف قرار موفق جدا من مجلسين الادارتين الصراحه سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك، كان قرار موفق، وده اللي انا صراحه يعني انا دايما بشوف ان اللاعب المصري لا يستحق، اللاعب المصري مش اقل من اللعيبه الاوروبيين، هو بس ينقصه بعض الحاجات البسيطه، شفنا مثلا يحيى الدرع خد افضل لاعب في مواجهتين وده لاعب مصري، شفنا برده في قبل كده كان علي زين قبل كده بيلعب مع برشلونه وحاليا بيلعب مع دينامو بوخارست الروماني، قبلها حاليا بيلعب يحيى خالد مع باريس سان جيرمان، وقبلها كان فيسبرم، فالمستوى اللاعب المصري دايما في الهاندبول حاليا خلاص هو نفس الكواليتي لا يقل عن المستويات في اوروبا بالظبط، فانا يعني ما يبقى مثلا هنتكلم عن الزمالك زياد حشاد مثلا في الزمالك، نشوف الارقام اللي زياد محققها مع فريق نادي زياد الزمالك زياد 2004 صح؟ مواليد 2004 ولسه كان لاعب بطوله افريقيا واخد اللقب صغير لسه مع كابتن طارق محروس طبعا، وقبلها واخد دوره الالعاب الافريقيه، نقدر نقول ان هم اللعيبه دي هو ده المستقبل، هو ده اللي انا اعده صح، ودي حاجة لازم ان احنا نشكر عليها مجالس الادارات ان هو بيدي اللاعبين الصغيرين الثقة في الظهور في المحافل دي عشان دول في الاخر هم دول اللي هينافسوا